قتل عدد من المدنيين بينهم نساء خلال هجوم جماعة الحوثي المسلحة على مواقع للجيش في بيت بادي وشارع الأربعين وما حولهما في المدخل الغربي لمدينة عمران مساء أمس الاثنين. وأكد سكان محليون استمرار المواجهات وتبادل القصف المدفعي بين القوات الحكومية من جهة ومسلحي الحوثي من جهة ثانية في كل من سودة عدان وبيت عامر وبني ميمون وبني زبير وجبل ضين وفي الورك وقهال شرقا وجبل المحشاش غربا. وما زالت المدينة تعيش تحت وطأة حصار خانق وانقطاع متواصل للكهرباء لليوم الثامن على التوالي. قال طيار يمني أن انفجاراً وقع في محرك طائرة حربية كانت على وشك التحليق اليوم الأحد في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج. وكان طياران رفضا التحليق بهذه الطائرة العام الماضي، لكن القضاء العسكري حكم عليهما بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ. وقالت صحيفة المصدر إن الطائرة كانت في طلعة تدريبية، لكن المولد المستمر المسؤول عن تشغيل كثير من الأجهزة في الطائرة انفجر قبل أن تحلق. أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن الوضع التمويني والغذائي مستقر ومطمئن، وأن المواد الغذائية الأساسية متوفرة بكميات كبيرة تفي باحتياجات المواطنين خلال 3 إلى 4 أشهر. وشددت الوزارة في اجتماع ضم ممثلي وزارة الداخلية وهيئة المواصفات والمقاييس والقطاع التجاري والخاص والنيابة والجهات ذات العلاقة على ضرورة الرقابة على منتجات التمور وصلاحياتها ضمن وصول كافة السلع إلى المستهلك، مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك خاصة في شهر رمضان المبارك. قالت وزارة الداخلية إنها ضبطت متهمين بتصنيع قناصات وأسلحة متنوعة أخرى في مديرية 70 بأمانة العاصمة. وقالت الشرطة إن المتهمين من أهالي منطقة شديقة بمحافظة مأرب، وأنه تم إحالة المتهمين مع المضبوطات التي كانت بحوزتهما للإجراءات القانونية. قال تقرير أمني أن 25 شخصاً قتلوا في خلافات على الأراضي منذ مطلع الشهر الجاري، ولا يزال صراع الأراضي في اليمن منتشراً في عدة مناطق بسبب لجوء المواطنين إلى الاقتتال نظراً لضعف القضاء في الفصل بين المتنازعين، ما يؤدي إلى اقتتال يروح ضحيته العشرات من الأشخاص. أكد ناشطون وحقوقيون ومسؤولون محليون بتعز بأن العديد من الصعوبات والتحديات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لا تزال تواجه المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية. وأقر المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها منتدى التنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية ومركز معين للتنمية المدنية تحت عنوان العالم يرسم المستقبل ودور المرأة في اتخاذ القرار، أقروا بوجود تمييز يمارس ضد النساء العاملات في القطاعين الحكومي والخاص خلافا للتشريعات الدستورية والقانونية، كما أكدوا على ضرورة تكثيف البرامج التدريبية التي ترفع من مستوى أداء النساء العاملات وتعزز من قدراتهن الإدارية والقيادية حتى يتمكن من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات وخدمة مجتمعهن. توجه إلى الجمهورية التركية نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبد الله محسن الأكوع في زيارة ينقل خلالها رسالة خطية من الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في حين توجه إلى المملكة العربية السعودية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وأوضح السعدي في تصريح صحفي أنه سيحضر خلال الزيارة الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، كما سيجري مباحثات ثنائية بين اليمن والصندوق السعودي وسيوقع معه عددا من الاتفاقيات. أقر اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين الذي عقد أمس بالعاصمة صنعاء على إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة البناءة
التي تعزز التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والبطالة ومواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها اليمن. وحدد الاجتماع المعالم الأولية لإطار مرحلة ما بعد الحوار الوطني وبرامج الإنعاش الاقتصادي والإجراءات الكفيلة لتفعيل جوانب التنسيق لتسريع استيعاب التعهدات الخارجية ومنع أي تكرار أو ازدواج في عملية الدعم المقدم من شركاء التنمية. أشاد محافظ الحديدة صخر الوجيه بدور شباب الثورة وصمودهم في كافة ميادين الحرية وتضحياتهم التي صنعت التغيير. جاء ذلك خلال تدشينه ورشة تحضيرية لإشراك أعضاء الحوار والناشطين الشباب بإقليم تهامة في تنمية الوعي المجتمعي بالمخرجات الحوارية. أشهر في العاصمة صنعاء مسودة مجلس شباب الثورة لدستور اليمن الجديد، وفي حفل الإشهار أكد المنسق العام لمجلس شباب الثورة السلمية الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان أن أحلام وتضحيات شباب الثورة العظيمة والقيم التي حملوها لا يمكن أن تترجم إلى واقع الإنجاز ما لم يتضمنها الدستور الجديد والتشريعات القانونية والإجراءات المؤسسية للدولة الجديدة. أكدت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة ضرورة تجاوز المعوقات التي تؤخر إقرار مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وتنفيذه على أرض الواقع. وثمنت المجموعة في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة صنعاء الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية في سبيل إقرار القانون، معتبرة التأخير في إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية تعمل على استرداد الأموال المنهوبة، ويشكل خرقا واضحا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون بينهم جنديان في اشتباكات بين وحدات عسكرية ومسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة بمدينة رداع محافظة البيضاء. وأوضح مصدر أمني أن الاشتباكات جاءت عقب هجوم مسلح استهدف عربة عسكرية تابعة للواء 139 مدرع وأسفر عن إصابة جنديين. ووفقا للمصدر الأمني فإن تعزيزات عسكرية وصلت إلى مكان الحادث واشتبكت مع العناصر المسلحة، ما أدى إلى مقتل 4 مسلحين وإصابة 5 آخرين. أكد ناشطون حقوقيون ومسؤولون محليون بمدينة تعز أن المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية لا تزال تواجه العديد من الصعوبات والتحديات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وشدد المشاركون في حلقة نقاشية عن دور المرأة في اتخاذ القرار على ضرورة تكثيف البرامج التدريبية التي ترفع من مستوى أداء النساء العاملات وتعزز من قدراتهن الإدارية والقيادية. احتجزت في مدينة دمت بمحافظة الضالع سيارات تابعة لفريق نزع الألغام على ذمة قضية قتل منذ أكثر من عام. ونقل مراسل يمن شباب عن شهود عيان قولهم إن مواطنين قاموا باحتجاز عدد من سيارات فريق نزع الألغام للمطالبة بالقبض على متهم بقتل أحد أقاربهم بالقرب من مبنى المجمع الحكومي بسناح قبل عام. قتل جندي وأصيب 2 آخرين من أفراد قوات الأمن الخاصة بمحافظة حجة إثر تبادل إطلاق النار مع مسلحين قبليين وسط المدينة. وقال مدير أمن شرطة المحافظة العميد حميد الضراب، قال إن الاشتباكات جاءت عقب ضبط أشخاص على ذمة خلافات مع باعة متجولين في الشارع العام. كرم محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد قوات خفر السواحل تشجيعاً لجهودها في مكافحة أعمال التهريب على سواحل اليمن. وأشاد المحافظ رشيد بجهود قوات خفر السواحل ودورها في التصدي لعمليات التهريب، داعياً الضباط والجنود المكرمين إلى مضاعفة جهودهم وعدم التساهل مع أعمال التهريب التي تضر بالمجتمع عموماً. you
أوصى المشاركون في المؤتمر الأول لأمن المعلومات بإنشاء مركز السلامة المعلوماتية في اليمن كنقطة تواصل لمعالجة المشاكل الأمنية وإشراك جميع الجهات ذات العلاقات. كما أكد المؤتمر في ختام أعماله اليوم بالعاصمة صنعاء على أهمية تشكيل لجنة تحضيرية متخصصة لدراسة القوانين المتعلقة بأمن المعلومات في اليمن ومقارنة بالقوانين المشابهة في الدول الشقيقة والصديقة لإنشاء قانون وتشريعات لحماية المواطن والمؤسسات. شدد ممثل الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر مازن سلوم ومندوبة الصليب الأحمر الألماني لقطاع الشباب إيزابيلا فليزون على ضرورة استدامة مشاريع العمل الطوعي في اليمن لما لها من أهمية إنسانية. جاء ذلك خلال اختتام مشروع شبابي استهدف وعلى مدى أشهر 16 ملتقى شبابيا من محافظات صنعاء وذمار وتعز وحضرموت. تلقى خلالها المشاركون دورات تدريبية في مجالات التخطيط والإدارة وتثقيف النظراء والإسعافات الأولية وكذا برامج التوعية الصحية بمخاطر القات والتدخين والزواج المبكر والأمراض المنقولة جنسيا وغيرها. التهم حريق محطة وقود في محافظة صعدة تعمل على بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء. وقال مالك المحطة إن الحريق ناجم عن مس كهربائي كما تمكنت من السيطرة عليه. وتعد صعدة المحافظة الوحيدة في الجمهورية التي يوجد فيها سوق سوداء للمشتقات النفطية عبر محطات شعبية وأخرى رسمية. دشنت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية مشاريع الخير الرمضانية للعام الجاري والتي تستهدف وبحسب القائمين على الجمعية نحو 500,000 فرد و210,000 أسرة. وأكدت إدارة الجمعية خلال مؤتمر صحفي بصنعاء أن هذه المشاريع تأتي تجسيداً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع وتلبية لاحتياجات الأسر الفقيرة والتخفيف من معاناتها. بدأت في مدينة عدن دورة تدريبية لنشطاء التواصل الاجتماعي ضمن أنشطة مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وتستهدف الدورة 24 من نشطاء الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في 7 محافظات جنوبية وتدريبهم ولمدة 3 أيام على مواضيع ذات صلة لرفع مستوى أدائهم وتنمية مهاراتهم. افتتح في محافظة عدن معرض صور فوتوغرافي ضمن الأنشطة السنوية للمعهد التقني الصناعي، واحتوى المعرض على 80 صورة في فن الجرافيك، وهي عبارة عن مشاريع تخرج للطالبات في مجال التصوير الفوتوغرافي.